هل سنجد محترفين؟ هل سنجد اسماء؟ انا عارف ان لا يتم الاعلان عن اي شيء، ولكن معلش الناس النهارده وجود حضرتك. لا هقوله زي ما قلت لك، ده قرار مدير فني. اوكي، انا خير العود النهارده اختار محترفين. لا انا بقول لك، انا قلت لك وان اختلفنا في الاول كلامي، المدير الفني هو اللي بيقيم، فالمدير الفني هو اللي هيجي يختار، هو اللي يجي يختار المحترف بتاعي. فممكن مثلا حضرتك تكون مختار اسلام محترف بالزبط. لكن هو يقول اسلام لا بالظبط. فاللي عايز برضه اطمن الناس ان احنا عندنا وقت، صدقوني بس بالراحه عندنا وقت. انا عارف الناس قلقانه جدا، بس هجيب بس موضوع يعني الطايره، عشان الناس الطايره خسرانه. طب انا خسرت ليه؟ يعني انا عندي اسباب خساره. خسرنا اولاد، خسرنا اولاد، بنبارك لنادي الزمالك على الهواء. انا بقول لك ببارك لنادي الزمالك سنتين بيكسب دوري وكاس، بقول لهم الف مبروك. لكن احنا بنشوف امورنا فين، ايه سلبيات الموضوع، ايه اللي حصل في الحته دي، وبتدي نعالج. فاللي عايز اقوله احنا بنشتغل على السلبيه دي. ازاي فرقتنا نقدر نتطور، نقدر ان الاستراتيجي تبقى مظبوطه، نجيب المدير الفني المظبوط، ونبتدي نتوكل على الله. لكن هي في نقطه، هو الاهلي لعب اربع بطولات السنه دي، سوبر، بطولة عربية، دوري وكاس. ده في الرجال. في الرجال. اوكي. خسرنا خدنا اثنين خسرنا دوري وكاس، لكن كسبنا بطولة عربية. ومع شدة البطولة العربية وقوة البطولة العربية والسوبر مع نادي الزمالك. يعني صحيح. يعني فالموضوع ايه؟ يعني خسرنا بطولتين، احنا مش هنكسب كل حاجة برضو يعني الناس لازم تعرف انا مش هكسب كل حاجة. فاللي عايز اقوله ان قطاع الطايرة يا رجال زعل الناس، لان القطاع كان بيكسب طول الوقت ورا بعضه. يعني في سنتين خسرنا دوري وكاس، بقول اهو صراحة دوري وكاس ودوري وكاس. الناس عندها حق تزعل. لكن احنا برضو بنقيم، لكن لازم الناس تكون فاهمة ان احنا النادي الاهلي مش هنكسب كل حاجة. انا اتمنى وانا قاعد هو اللي هناك اكسب كل البطولات اللي اخشها. صحيح. لكابتن اسلام احنا بنلعب رياضة. اللعيب النهاردة ممكن يكون في مستواه، وممكن يكون النهاردة دي اوف بالنسبة له، ونخسر بطولة. فمش هنموت لعيبتنا، لكن بنقول لهم العبوا اللي انتوا تكسبوا كل حاجة. لكن ما تقدرش، ما فيش في العالم نادي كسب كل بطولات لمدة 20 سنة. لما ما حصلش. ما حصلتش. كويس. حصلت في النادي الأهلي على فكرة في الطايرة. في الطايرة. خدوا كل حاجة وبعد كده بس بقى لنا سنتين. لكن خسرنا. لكن لازم بنعالج ونطلع تاني ونطلع لقمة. هي ويفز يا كابتن. هي ويفز. خلي بالك لو ما فيش منافسة هتبقى ما فيش مشكلة. يعني لازم تكون في منافسة بين كل الأندية. ودي حاجة تساعدنا. خلي بالك ده في الآخر، في الأول كلامي قلت لك ده بينطبع ليه منتخب مصر. إن إحنا في الآخر كله بيتنافس في حب البلد، ونطلع منتخب مصر قوي، وده شيء مهم جدا جدا. لو رحنا قطاع السيدات، ايوه قطاع السيدات لعبت 3 بطولات. انا لعبت 3 بطولات السنه دي، خدت 2 سوبر ودوري وكاس، وانا كسبت البطوله الاقوى. يعني الفرقه عندي كسبت البطوله الاقوى، الدوري. هو الدوري في العالم، في اي حته في العالم هو الدوري هو البطوله الاقوى يا كابتن اسلام. صحيح. فاحنا كسبنا الدوري. فالناس ما تقولش اصل القطاع فيه مشكله. القطاع فيه مشكله من وجهه نظركم، انتوا عايزين تسيبوا كل حاجه، حقكم، الجمهور حقه.